أثبت كذلك الآن أثبتت الدراسات حتى الآن أن قدرة هذا المتحور الفيروس الجديد على الانتقال بشكل أسرع من سابقه. لم يثبت أن هذا التحور لديه شدة أو يؤثر على حدة المرض ولا كذلك على فعالية التطعيمات الموجودة حاليا، تطعيمات كوفيد 19. بعض التحورات الجينية المكتشفة تشابه بعض أنماط هذا الفيروس التي وجدت في جنوب أفريقيا. حقيقة يعني قد يكون هذا الكلام نوعا ما يحمل يعني الطابع العلمي، ولكن ماذا يهمني أنا كمواطن، كمقيم، كمكون من مكونات الصحة العامة في هذا المجتمع، كمشاهد، ماذا يهمني؟ يهمني أنه أفضل طريقة من أفضل الطرق لإيقاف تحور الفيروس هو عدم الإصابة بالعدوى، وأفضل طريقة بوقف الإصابة وانتشار العدوى هو الأخذ بالاشتراطات الصحية التي دائما ما نكررها، لا سيما الآن الخطوة الأهم وهي التمنيع والتحصين، ونقصد بذلك التطعيم.